العشرة وتسعود وربعين دقيقة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. رجعنا لكم مستمعينا وغادي نمشي مباشرة عند صالحة أم الحسن في آخر يوم في هذا الأسبوع اللي مشاركة فيه معنا، وأكيد إن شاء الله دائما في تواصل رفقة كل المستمعات. أهلا بك لا صالحة. صباح الخير لسنا. مرحبا بك ومرحبا بالحداقة ديالك. ربي يخليك. عندي سلام بعدا ديال بزاف ديال المستمعات، لأنه سلام أمانة اللي كيسلموا عليك بزاف، يعني كاين كثير من المستمعات اللي بغاو بعض الاقتراحات واللي بغاو رقم الهاتف ديالك، وشكرا لك بزاف على تواصلك معنا هذا الاسبوع. عيطوا لي البارح نيت. مرحبا. وراه قدموا تحيه لك بزاف، وانا ما عرفتش السميات ديالهم، ماشي من الرباط. اي الحمد لله. مرحبا بهم. وانا زعما الصراحه يعني ثلاث خدمتهم في التليفون وعطيتهم اللي بغاو شي حاجه عطيتها لهم. الله يعطيك الخير، شكرا لك بزاف. ربي يخليك انا اختي، وواحد التحيه لمن تحيه. تفضلي. ودابا ان شاء الله مع كلامهم ياك. ما سمعتكش مزيان. وسمع اليوم. لا لا صالحه راكي تقطع الصوت، ما كنسمعوكش مزيان. وي الو. وي دابا مزيان. قلت لك انا عيطوا لي مستمعات البارح. اييه. ولكن ما عقلتش على السميات، يعني وحده من الطار هذا من اكادير، وحده من جوج من تماره. اييه. يسلموا عليك. مرحبا بسلامه. واللي بغى شي حاجه راني عطيتها لي. اييه. تبارك الله عليك. وواحد تحيه لصاحبتي صاحبتي مينا. أيه؟ واليوم معها غنختموا هذا الشيء، غنعطي شي حاجه ثانيه، شي حاجه مزيانه. أيه؟ وزينه ان شاء الله وما سخيناش. هذا الشيء اللي كاين ان شاء الله. بقاو دائما في تواصل باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اللي خاصها شي حاجه مرحبا به. اليوم غادي نبداو اول حاجه غناخذوا كيش، غادي نديروا كيش ان شاء الله. ايه واخا. بالفرماج كله. فرماج وجومبو. غادي ناخذوا ربعه ديال الزبده تكون شادة الحا ديال المطبخ. ايه واخا. واحد نص كيلو ديال الدقيق. هذا بالنسبة للعجين واخا. ومعلقة صغيرة ديال الملحة غازي. وشوية البزار. وشوية الماء باش غادي نجمعوا، حيت هاد العجينة ما خاصهاش تدلك، غير جميع أبد الأصبع ديالنا نجمعوها ونديروها فواحد البلاستيكة ونحطوها في الثلاجة. واحد نص ساعة. ايه. غادي ندوزو لاباري كيش. غناخدو نص لتر ديال لاكخيم كويسون، خمسة البيضات، نص معلقة صغيرة البزار، شوية الملحة، شوية الكوزة، ونخليو هاد الخليط يرتاح. الحشوة اللي غتكون الوسط غادي ناخدو فرماج حمر السيدة الكمية اللي بغات، لما نقول القدر، مقطع مربعات، فرماج كاري ماشي ديال لي ساندويش العادي، موتزاريلا مقطع مربعات. غناخدو جومبو تا نقطع مربعات، واحد الجبن ما نقدرش نقول السميه ديالو. أيه. راه ديال ماشي جبن، ماشي الجبن اللي كيتباع هذا، كيجي شويه ناشف ديال الماعز. اييه. عرفتي هذاك تا هويا. مي غادي نشدو العجينه ديالنا غنطلقوها ونطبعوها. السيده تقدر ديرها انديفيديه ولا ديرها فرديه. اما فرديه ولا هكا في مول المجموعه. غادي نسرحوا العجينه ديالنا بطبيعه الحال بالدقيق، تتكون عندنا ماشي رقيقه بزاف، غير شويه. نديرها في واحد المول ديالي خاص ونقاد هاد العجينه، ما كنثقبوهاش حيت بعض السيدات اللي كيتثقبها عاد تيطيبها، انا ما تنديرش هكاك، كدير مزيانه. كتسرحيها، كديري لاباغيا كيش النص ديالها كديري في المول واللول فوق العجينه. كديري هاد جميع ديال الفرماج اللي عطيت كتسرتيهم هكا بيديك وتوزعيهم على المول، وكديري ما باقي ديال لاباراي. وكندخلها الفران. ملي كنقرب نشوفها شدت فراشها ولا الكريمه ديالي يعني نشفات، كنعاود نخرجها وكناخذ زلافه صغيره ديال فرماج احمر. وكنحكو وكنديرو فوق منها وكندخلها مازال الفران، غير تشد فراشها شويه نخرجها. ملي كتقطعيها كتعطيك الاولى العجينه، الثانيه لاباغيا كيش، وسط منها الفرماج سايح بجامبو، وعاد فوق منها لاباغيا كيش كتجي غزاله. اييه الله يعطيك الصحه. بغيتي نعاودها نعاودها، ماشي مشكل عندي. واخا ما كاين حتى مشكل، حتى حنا عندنا لانه المستمعات عجبهم الحال لا صالحه. وي بزاف بزاف انا اختي. انت غادي ناخذوا ربعه ديال الزبده. نعاودوا حنا العجينه. اييه. ونشدها الحراره تنطبخ. واخا. نص كيلو ديال الدقيق، معلقه صغيره غازي ديال الملحه. يعني ما عمراش. وشويه غادي نجمعوها بشويه الماء، غنجمعوها بالاطراف الاصبع ديالنا ما غندلكوهاش. اييه. غادي نجمعوها حتى تجمع مزيان، غنديروها في واحد البلاستيكه ونحطوها في الثلاجه واحد نص ساعه. غادي ندوزو نصوبو لاباغيا كيش ديالنا. فيها نص لتر ديال لاكريم كويسون، خمسة البيضات، نص معلقه صغيره ديال البزار، شويه الملحه،
شويه الكوزه وكنحركوا هذا الشيء وكنخليوه. كندوزو الفرماج، غادي ناخذ فرماج حمر السيده الكميه اللي بغات مقطع مربعات، فرماج كاري ماشي ديال لي ساندويش، موتزاريلا مقطع مربعات، والجبل اللي قلت لك بلا ما نذكر السميه ديالو ديال الماعز فوالا. وغناخذوا جومبو، جومبو خاص السيده تكثر منه شويه واخا، نقطعوا سميطات. غادي نشدوا العجينه ديالنا، غادي نسرحوها بالدقيق مزيان من الفوق ومن التحت بحال المدلك، وغناخذوا المول اللي كان غندخلوا الفران، غادي نديروها وغادي نقادوها من الجناب بلا ما تثقبها السيده. غادي ناخذوا لاباري ديالنا اللي صوبنا النص ديالها، غادي نديروه فوق العجين، وغناخذوا هذا الفرماج وهذا الجامبو فرماج والجبن، غادي نفرتوه من الوسط ومن بعد غنخويو لاباري كيش ديالنا وندخلوها الفران. منين نشوفها طابت وشدت فراسها نعاود نخرجها، وتكون عندي واحد زليفه صغيره ديال فرماج حمر محكوك، وغادي نرميها من الفوق ونعاود ندخلها، غير نشوفو بدا كي شويه يعني بدا كيسيح غادي نخرجو. ايوا ملي كتقطعو السيده راه كيعطيها طبقات، راه كيجي رائع ولدي. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. هذا بالنسبه للكيش مالح. ايوا.